غير مفيد تاني. هو غير مفيد تاني. هذا صحيح. ها؟ تمام. باب في الأخير هذا الطويل مرتفع هلبا ما وصلش رعاية جبود. كيف قصد يعني بالضبط؟ رعاية جبود يمشي مستوى معين ولا كيف؟ ولا مع الرياح هو؟ من ناحية الرش نشوف فيه في اللي رش على طول. باش بدينا وقت المهندسين وقت رحنا متخصصين بالقايه طبعا ما نسمي لا بدينا كنور اختار بوضع خمس شمس جاري الى لول وصولنا الزنبان وخطرنا تفرات جبلية وخطرنا تطورات في الساحة وخطرنا تطورات في النجوم وزرعنا وكنا فيه تقريب عموم النقطة الثانية الحاجة تتكلم عن الطريق السعرات طريق صحيح تصير بجوم الاستفعيل والقباش في المنطقة هذه نتكلم عن القباش كلها المنطقة كلها هو لأن فيها عملنا لون لا أنزل تنظيفة عمر إن كنت خلاص يعني تقول اللي جاي بعد هذا المحصول مقصود شرط على الناس هذول شو معهم لجنة يطلع 10 قشية اللي بخوخ يعطوهم اللي بخوا إذا كان ما عندهاش يحاول الشباب كيف يجوا اليوم يبخونها لو تموت العنكبوت لا العناكب كل مكب وزيت عناكب مكب العناكب لو تذكر خصب الانثى يطلع بعد ما خصب يعطيك تكون ثم انت رش الرش الاولى وتلاحظ حتى بعدين لما انت في القاوم تبدا مقاومتك بسيطه ما تكلفكش لما واحد مبين الوداد الاخرى اللي خشب باب حتى تمنع فاهم هذه الدوله لكن بعدين هالدوله عاد باي الحمد لله وعلى الفتاه مش عشان كهرباء ما عندناش علاقه مش كثر عندكم بيو تبقع عين طاووس يسمى طبعا هو مرض فطري يسبب تساقط للاوراق ويقلل نسبه الاوراق في الـ في الـ في الاشجار وتطور مرض وخاصه بعض السنوات اللي تسقط فيها الامطار خاصه لما تصب الامطار يديك تراقب الزيتون تاعك تراقب شديده باش ما يصابش بعين طاووس بسم الله المهندس صالح الدبري مدير إدارة الوقاية بالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي أتينا اليوم لبلدية كاباو لإقامة يوم تدريبي توعوي عن الآفات الزراعية وخاصة الآفات خاصة آفة الغباش على التين وعلى النخيل وبعض الآفات على أشجار الزيتون تعطي هذه المحاضرة التوعوية برفع من كفاءة المزارعين والفنيين والمهندسين بالمنطقة في مقاومة الآفات الزراعية بالمنطقة نحن المركز طبعا نقوم من حين لآخر بالذهاب أو بزيارات ميدانية توعوية لعدة بلديات لرفع من كفاءتهم في مكافحة هذه الآفات الحقيقة اليوم لمسنا الحضور كان جيد من المزارعين والفلاحين والمهندسين والفنيين بقطاع الزراعة ببلدية كاباو إلى جانب كانت الأسئلة الحقيقة أسئلة علمية ومفيدة ونأمل الله أن يكونوا استفادوا من المحاضرة ومن ردودنا على هذه الأسئلة التي كانت إجابتها لنا على رحب الصدر ونحن على استعداد أن نلقي عدة محاضرات توعوية بخصوص الآفات الزراعية ببلدية كاباو وشكرا على هذا اللقاء وبارك الله فيكم.